طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق شامل حول التدخل القطري في ليبيا، واتهمت الدوحة بتقديم دعم مالي وعسكري لجماعة متطرفة. تأتي هذه الخطوة مع تنامي الانتقادات الإقليمية والدولية لقطر ودورها المشبوه في دعم جماعات متشددة وتمويل أطراف تؤجج الأزمة الليبية وتحول ساحتها إلى ميدان ولاءات وبؤر مشتعلة. التهم الليبية الموجهة لقطر تصل إلى الأروقة الدولية، فإلى المحكمة الجنائية الدولية توجهت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان مطالبة بفتح تحقيق شامل إزاء الدعم القطري المالي والعسكري لميليشيات متطرفة تزعزع أمن البلاد. الاتهامات لها أساس طبعا من الصحة. منذ العام 2011 قطر كانت تتعامل مع الجماعات المسلحة ومع أمراء هذه الجماعات المسلحة خلافا لتعاملها مع مؤسسة الدولة أو على حساب المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا. كان هذا الأمر ظاهرا في عام 2011 واستمر للأسف الشديد. اللجنة إلى جانب اتهاماتها حددت تنظيمات بعينها تتلقى دعما من الدوحة، أبرزها مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة المرتبط أيضا بالقاعدة. تنظيمات متطرفة نفذت إلى جانب هجمات إرهابية عمليات اغتيال ضد شخصيات عسكرية وأخرى مدنية وحقوقية، أبرزها اغتيال النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي والجنرال عبد الفتاح يونس والناشطة الحقوقية ونائب رئيس هيئة الحوار الوطني سلوى بقعقيص والناشط الحقوقي والمحامي عبد السلام محمد المسماري. وفي معرض اتهاماتها تذكر اللجنة بأن قطر تعد في مقدمة الدول المنخرطة في إذكاء الصراع الليبي وتصعيد خطر الإرهاب وجر البلاد إلى حرب أهلية، فيما تعتبرها اللجنة محاولة من الدوحة لمنع أي تحول ديمقراطي وسياسي، ما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة، وهو ما يتطابق مع آراء خبراء غربيين. هناك العديد من الأنباء من حكومات غربية وعربية أن قطر قدمت أموالا كفدية مقابل رهائن في ليبيا واليمن، وأبحاث تركز على دور قطر ودورها بدعم أفراد فرضت عليهم الحكومة الأمريكية عقوبات لتمويلهم تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى، وهم الآن يقيمون في قطر. إن قطر لم تتحرك لمقاداتهم أو سجنهم وهم لا يزالون أحرار هناك. قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر كان قد استبق المطالبات الحقوقية بمحاكمة قطر، فقبل أيام اتهم حفتر صراحة في بيان له الدوحة بدعم جماعات متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة. اتهامات ليست بجديدة، فمنذ بدء الصراع الليبي وجهت أصابع اتهام عديدة للدوحة، رافق بعضها أدلة تشير إلى علاقات وثيقة بين الدوحة وجماعات وشخصيات متطرفة في البلاد. معنا من القاهرة الباحث السياسي الليبي فوزي الحداد، أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار. بداية، لماذا وصل الأمر إلى حد اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية؟ ألم يكن هناك أي مجال للحوار للحديث عن هذا الموضوع؟ قطر لديها علاقات سياسية مع بعض الأطراف السياسية في ليبيا. ما هذه هي المشكلة، لأن قطر للأسف الشديد وسعت علاقاتها في الداخل الليبي بعد الثورة الليبية واستغلت ما تملك من أدوات ناعمة للتأثير والسيطرة، أهمها طبعا المال والإعلام، فاخترقت حتى المؤسسات الشرعية التي قامت فيها بعد الثورة، وأهمها طبعا المجلس الانتقالي اللي كان مسيطر عليه يعني بشكل كبير من السلطات القطرية، حتى أن معظم القرارات المصرية كانت تتخذ في الدوحة وليس في بنغازي. هذا أمر كان واضح وجلي لليبيين، تحدث عنه حتى أعضاء من داخل المجلس الانتقالي نفسه. في تقريركم مثلا جاءت مقابلة مع السيد عبد الحفيظ غوغا وهو كان عضو في المجلس الانتقالي، وما يقوله حقيقة لأنه عاصر وشهد بنفسه هذه التدخلات السافرة لقطر في الشأن الليبي. يعني احنا لدينا الكثير من الأدلة، لدينا الكثير من الجرائم التي لا يمكن أن ترتكبها إلا هذه العصابات المؤدلجة التي كانت تدعمها قطر بكل وضوح، حتى أن قادتها كانوا يقيمون بشكل دائم أو شبه دائم في الدوحة.
يعني الجماعات الإسلام السياسي وأشهرها الإخوان المسلمين كانت القاعدة الخلفية والتي تدبر كل شيء في ليبيا في الدوحة، لا يزال طيب. قادتها هناك، ومنهم على سبيل المثال علي الصلابي الذي لا يزال هناك في الدوحة ولا يزال يؤثر بشكل أو بآخر كما قلت لك في الشأن الليبي. طيب بالنسبة لموضوع السلاح هنا، يعني في قوانين، في قرارات من مجلس الأمن بعدم توريد السلاح إلى ليبيا، في حظر على ليبيا في هذا الإطار، في الجامعة العربية أيضا. هل هناك دليل على أنه قطر زودت هذه الفصائل بالسلاح وبأي وسيلة؟ الحقيقة أيضا في هذا الملف لدينا الكثير لنقوله، وأنا أحمد الله أننا أخيرا ما نتكلم عنه الآن وجد صداه الآن. في بداية الثورة، أضرب لك مثالا، كانت الأسلحة تتدفق لدعم الثورة الليبية بطبيعة الحال على بنغازي. آنذاك لم يكن قد اغتيل بعد قائد الجيش عبد الفتاح يونس. عبد الفتاح يونس ظهر على أكثر مرة في الإعلام ومؤتمرات صحفية ليقول أن السلاح لا يصل إليه في الجيش، وكان يقصد الصاعقة التي كان يقودها آنذاك. كانت تذهب الأسلحة إلى جماعات أخرى إسلامية بالذات التي تتبع للإخوان المسلمين، حتى أنه اضطر أحيانا لاقتحام الميناء والاستيلاء على هذه الأسلحة التي جاءت مفروض للجيش الليبي. وأعتقد أن هذا ما أدى فيما بعد إلى اغتياله من هذه الجماعات. وقطر نفسها بذلت جهودا كبيرة أولا لعدم تكون الجيش الليبي، وهذا كان واضح ومسجل أيضا. ثانيا أزاحت هذا الرجل القوي في الجيش الليبي عبد الفتاح يونس عن طريق اغتياله بتلك الطريقة البشعة، ومنعت حتى التحقيق في هذه الجريمة حتى الآن. وبالتالي الجرائم أو مثل هذه التدخلات موجودة وحقيقية أيضا، لأن الكثير حتى من السياسيين المعارضين لسياسات قطر في ليبيا تحدثوا عنها، منهم حتى رئيس الحكومة التنفيذية أيام 2011 محمود جبرين على سبيل المثال تكلم في وقتها أو حينها وذكر مثل هذه الدلائل. نحن بالفعل نجمع كل هذه الدلائل. الآن هناك منظمات حقوقية داخل ليبيا تحاول أن تعد هذا الملف، سندفع به بالفعل إلى الجنايات الدولية، لأن الجرائم التي ارتكبت في ليبيا ورعتها قطر على يد الجماعات الإسلامية الموجودة هناك لا يمكن التغاضي عنها، وهذه فرصة بالفعل لنيل هذه الحقوق ومحاولة فضح هذا الدور المشبوه، لأننا لا نريد أن يتكرر، لا نريده الآن أن يستمر، لأن الدور السلبي للأسف الشديد لا يزال مستمر، لا يزال يمنع توافق الليبيين، لا يزال تدفق السلاح هي مستمر حتى الآن بطرق أو بأخرى إلى ليبيا رغم حظر السلاح كما ذكرت، لكن لا زال يتسرب إلى ليبيا عن طريق الصحراء، وللأسف الشديد عن طريق السودان على وجه الخصوص. تأتي الأسلحة من أي مكان في العالم برعاية سودانية وتدخل من الصحراء الجنوبية لليبيا إلى هذه العصابات والميليشيات. طيب هنا حديث عن السلاح، هنا حديث عن الدعم لجماعات مسلحة وجماعات متطرفة. في موضوع حل الميليشيات أو جماعات الثوار، يعني بعد إسقاط القذافي وجدنا أن السلاح استمر في تلك الفترة، هل كان هناك أي دور لقطر في هذا الموضوع؟ لأنه فجأة شهدنا أن الموضوع حتى بعد ما ذهب القذافي وتم يعني التخلص منه استمر وجود السلاح والميليشيات بدلا من ظهور عملية سياسية محضة. بالفعل، وكان هذا هو الخطأ الأكبر الذي وقعنا فيه بعد الثورة. كان ينبغي أولا أن ينحصر السلاح في مؤسسة الجيش والشرطة، بمعنى أن ينشأ جيش ليبي، ولكن للأسف قطر كانت بكل تأكيد تؤثر حتى على الساسة الذي تولوا السلطة آنذاك، سواء مجلس انتقالي أو حكومته أو حتى الحكومة التي أعقبته حكومة الكيب. هؤلاء كانت قطر تتحكم للأسف الشديد في هذه القرارات بسبب أن معظم من كانوا في هذه الوزارات ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو للجماعة الليبية المقاتلة، وهؤلاء طبعا كما قلت لك مركز تأثيرهم كان في الدوحة. منعوا بشكل صريح وبتعليمات واضحة تشكل هيئة حتى نواة للجيش الليبي، واستبدلوها بما يسمى بالدروع، فأنشأوا كتائب اسموها الدروع في كل المدن المؤثرة في ليبيا، ودعموها طبعا بالسلاح وبالعتاد بكل الطرق الممكنة. هذه الجماعات
تحولت عندما خسرت جماعة الإخوان ومن تحالف معها الانتخابات عام 2014، خسرت الانتخابات، انتخابات مجلس النواب، لم يكن أمامها من سبيل إلا الانقلاب على هذه الانتخابات بإعلان عملية فجر ليبيا والسيطرة على طرابلس بهذه الأسلحة طبعا عند هذه الجماعات. وحدث ما حدث مما نحن فيه الآن من هذا الانقسام الذي نعانيه، وهذا الانتشار الكبير للسلاح اللي هو في يد هذه الميليشيات وهذه التشكيلات. طيب برأيك يعني لماذا طالما التهم الآن وتقول لديكم أدلة على قطر، ما الهدف يعني ما الهدف السياسي الذي يمكن أن يكون وراء كل هذه التدخلات في بلد بعيد جغرافيا عن الدوحة ليبيا؟ كويس، جميل، هذا بالفعل سؤال رائع. قطر تحاول بشتى السبل في يبدو في السنوات الأخيرة أن ترتدي ثوبا فضفاضا أكبر منها بكثير، والمثل العربي يقول من يرتدي ثوبا فضفاضا تعثر فيه. هذا ما حصل لقطر، تريد أن تلعب دورا مؤثرا في المنطقة، وقد اختارت أن تدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي ليبيا على وجه الخصوص، وطبعا سابقا كانت تدعم في هذه الجماعة في غزة على سبيل المثال. أرادت لتكون مشروع سياسي مؤثر في المنطقة من خلال ليبيا ومصر، فشلت في مصر فحطت كل جهدها في ليبيا، هذا البلد المليء بالثروات يصرف من خزانته على مشروع جماعة الإخوان اللي أصبح مشروع عالمي وأصبح مشروع دولي كما تعلم مقطبه في الدوحة وفي مصر أيضا وفي ليبيا وفي تركيا. هذا هو المشروع الكبير الذي كانت تحلم قطر بأنه سيسود ومن خلاله سوف تسيطر على الثروات أولا الليبية الكبرى. أنت تعلم أن ليبيا تنافس قطر في مشروع الغاز على سبيل المثال، تريد قطر أن تسيطر على هذه الثروة، وبالفعل في بداية الثورة جعلت الحسابات التي يباع من خلالها هذه المخزون أو النفط أو الغاز تذهب أولا إلى مصارف في الدوحة. يعني للأسف الشديد هذا ما حصل بالفعل. بالتالي هذا المشروع اللي كانت تحلم به قطر لكنه بالتأكيد لم يتحقق ولن يتحقق. شكرا جزيلا لضيفي من القاهرة الباحث السياسي الليبي فوزي الحداد.